على ايد المعلم حمدان عبد الغفار اتعلمت كل حاجة. كنت صغير ومش لاقي لي طريق، لحد ما دخلت ورشة المعلم حمدان. علمني ألضم الإبرة واصبر على الحرف لحد ما يديني سره. علمني ازاي ابقى بني آدم واحب مهنتي. علمني ان العمل عبادة والمعاملة دين، لحد ما ربنا كرمني ورحت مع المحمل اللي شايل كسوة الكعبة سنة 64. كان عمري 19 سنة وربنا كرمني وشفت الكعبة الشريفة وهي بتلبس الكسوة الجديدة. يومها عرفت إن كل حاجة ليها كسوة اللي بتجملها وبتحميها، وإن كل حاجة بتتغير، وإن ربنا بس هو الثابت. مرة بتوع الاسم تحت وعايزين يقفلوا المحضر، بيقولوا حد رمعه بسجارة وكان فيه بنزين في الدكان. الحمد لله على قد كده، مش مشكلة. اللي اتحرقني جدته. يلا